ما هو الإسلام؟ الإسلام هو أن تسلم لله، لا تتدخل، لا تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. أنت مسلم تسلم، تقول آمنت، صدقت، سلمت، أعمل. الإسلام يتزكه قلوب البيئي نبقى الله تعالى جيد سوء بسعر الله يتوجه الفوجة من والمطور يجب أن يكون بسمية سوء بطورة ونحن كان سوء نبقى يقصد قلوب البيئي نبقى الله تعالى الإسلام تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة تنبه كيف بحساء وطلاء جيد الأطلال القوات ولا بد تنقاد مسلم لا بد يعمل مسلم إذا جاء وقت الصلاة لا بد يصلي ما يقول أنا لا أصلي لازم مسلم لازم تصلي ولا بد أن المسلم يتميز عن الكفار لا يمكن أن يلبس لباس الكافر لا يمكن أن يعتقد أن ما عليه الكفار هو حق لا بد أن يعتقد أن ما عليه الكفار هو الباطل ويقول هذا بلسانه أنه مسلم ليس بكافر نعم